معظم الرياضات يعني حتى كتنس احنا مش متعودين ناخد اجازات يعني فتره طويله، فطبعا دي بالنسبه لنا اول مره تحصل لنا توقف كبير قوي بال يعني اكتر من 3 شهور تقريبا، اثر طبعا على مستوى لعيبه كتير، فطبعا كنا بالنسبه لنا قرار زي ده مستنيينه بفارغ الصبر يعني. فطبعا تواصلنا معاهم بالذات في اخر شهر او شهر ونص بحيث ان احنا نجهزهم شبه بدنيا، وبالذات الفتره الاخيره قبلها باسبوعين بحيث ان هم يبقوا جاهزين للكلام ده. برضو تواصلنا مع المدربين بحيث ان احنا نجهز يعني نعلي الفتره دي ون في الليفل بتاع المدربين وكده، بحيث ان احنا نبقى على خطه كويسه لما نبدا يعني في التمارين تاني اللي هو 1/7. فريق التنس بيتكون من اول مرحله 12 14 16، وعندنا عمومي اللي هو ضامن تحت 18 وفيما فوق. فاحنا بالنسبه لنا حوالي عندنا رينجز حوالي 100 لعيب في 12ات، عندنا بنبقى تحت 12 يعني حوالي 12 لعيب متقسمين ولاد وبنات، وعندنا تحت 14 برضو في 12 لعيب ولاد وبنات، 16 نفس الكلام في حوالي 10 لعيبه ولاد وبنات، وفي عندنا عمومي و18 طبعا بيزيد شويه حوالي 16 من 16 ل18 لعيب. والله احنا كان مهم جدا طبعا ان احنا اول حاجه نبتدي في تمرين امن زي ما بيقولوا، يعني ما كانش هممنا قوي دلوقتي ليفل الولاد قد ما هممنا ان احنا يقدروا نرجع الحياه لطبيعتها، الولاد يجوا يتمرنوا ونطلع من هنا حاسين بنسبه كبيره قوي ان الحمد لله خدنا الاجراءات كلها. فطبعا احنا كجهاز بقى مدير جهاز ومدير فني وكلنا كمدربين شفنا كل الاجراءات اللي بيتخذها مثلا الاتحاد الدولي والاتحادات الاوروبيه، وقدرنا نجمعها في قائمه كويسه جدا بحيث ان احنا نقدمها للنادي، واتفقنا مع النادي على الاجراءات دي يعني، والحمد لله بنظبطها يعني يعني بدقه كويسه قوي. طبعا التعقيم بتاع الادوات والبنشات اللي هم بيقعدوا عليها والكراسي ده ما بين كل مجموعه ومجموعه بيتم على طول. البول بويز مأكلين عليهم طبعا، صبية الملاعب لازم يكونوا في كمامات لابسينها، المدربين طبعا بيحافظوا على المسافات ما بين اللعيبة، يعني في إجراءات كتيرة طبعا اتخذناها عشان نحافظ على التمرين بحيث انه يبقى آمن يعني الولاد يعني. طبعا دلوقتي احنا منعين الولاد يرتدوا الماسك تماما عشان التنفس والحاجات دي طبعا تبقى غلط عليهم، تعرف برضو احنا عندنا جو حر جدا، فاكيد طبعا الكلام ده هيعمل مشكله ليهم في التنفس، فاحنا مانعين كلعيبه ارتداء الماسك. حتى المدربين لما بيحتاجوا ينزلوا يلعبوا برضو بيقلعوا الماسك وبعدين بيرتدوه تاني وهم بيرشدوا الولاد يعني في الملعب يعني.